تحرير درنا بات قريبا. القوات المسلحة الليبية تضيق الخناق على مقاتلي التنظيمات الإرهابية وسط المدينة. الاشتباكات في درنا مستمرة بشكل متقطع بين الجيش الوطني وما تبقى من العصابات الإرهابية في بعض الأزقة والشوارع. طبعا كيف ما نشوفه أو كيف ما نحقه حتى في أغلب القنوات أن تقدم كبير واضح للجيش على دخول مدينة درنا، وممكن أن التقدم جاء سريع بعكس ما كنا متوقعين أنه حياخذ وقت. ممكن هذه حاجة كويسة أن تعطينا أمل أن التحرير مش حيكون بس لدرنا، إن شاء الله حيكون في تحرير حتى بقية مدن ليبيا. قوات الجيش تتقدم في المحاور كافة في وقت واحد للضغط على مقاتلي التنظيمات الإرهابية، وتفرض يوميا سيطرتها على مواقع جديدة وتتمركز بمواقع متقدمة في المحاور كافة. والله هو التحرير نتوقعه يعني بسرعة، لأن الجماعات هذين ما عندناش حاضنة شعبية في البلاد يعني. ونحيي الجيش ونحيي القيادة ومن نصر لنصر إن شاء الله. غرفة عمليات الكرامة أكدت على أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح مسألة وقت قصير، محذرة المواطنين من الألغام والمفخخات وعدم التعامل مع الأشياء المشبوهة وتقييد الحركة حتى تنتهي الهندسة العسكرية من مسح المنطقة هندسيا. تسعى القوات المسلحة لإغلاق ملف مدينة درنا الذي فتح من أمد طويل، وآن الأوان لأن ينتهي لتعود مدينة درنا لأحضان الوطن بعد سنوات عجاف عاشتها تحت قبضة الجماعات الإرهابية. عوض البرغثي، الغد، بنغازي.